الكلام على الطقس في مصر هو الحديث الأول والأخير لكل الناس. طيب عايزة أقول لكم، مع افتتاح معرض الكتاب الحقيقة من يومين، والناس تخيلت أنه برودة الجو مش هتخلي الناس تروح معرض الكتاب أو أنه يبقى الإقبال ضعيف، ولكن الحقيقة العكس تماما. بالعكس، الناس راحت وبدأت يبقى فيه إقبال شديد، وأنا سعيدة جدا. أولا عندي حاجتين، سعيدة لأن معرض الكتاب بيعود بشكل أن الناس تنزل دلوقتي رغم كل الإجراءات اللي الناس عاملاها ووجود الكمامة، لكن أنه يبقى فيه وجودنا على الأرض. وسعيدة لأنه معرض الكتاب بتبقى زيارة عائلية رائعة، خصوصا لما يكون معانا الأولاد أو الأطفال. مش لازم نشتري يعني كتب كتيرة، لو ميزانية الأسرة مثلا ما تتحملش أن الناس تشتري كتير، ولكن فكرة التجول بشكل عام يعني فكرة هايلة، لأنه لما الأطفال بتعتاد حتى أنها تنظر للكتب وتقف وتتصفحها وتشوفها ويشوف الغلاف عامل ازاي، يبقى في مناقشات بين الاب والام والاولاد، يشتروا حاجه ما يشتروش، يزوروا، في حاجه اسمها انك تشتري بعينك يعني، او اللي هي زي ما بيقولوا بره الويندو شوبينج، او انك تبص، فيرجعوا بثقافه كده مختلفه. ويبقى الاحلى ان احنا نعمل لهم تحفيز، يبقى المصروف بتاعه يحوشه قبل معرض الكتاب، ويبقى ده اللي هيروح يشتري بيه. لما نرجع البيت بقى، فكره انه يبقى عندي المكتبه الصغيره. للاسف يعني البيوت المصريه زمان كانت العروسه لما تتجوز اهم حاجه انه المكتبه فين، يعني كان من ضمن جهاز العروسه وجود مكتبه في البيت. دلوقتي يمكن مع الاحوال ما بقتش المكتبه شيء اساسي، وانا بتمنى ان المكتبه هي اللي تعود، يعني احسن من حاجات تانية كتير حتى لو كانت حاجه صغيره. واللي ما عندوش مكتبه ممكن يعمل كورنر كده ويشجع الولاد، يقول له هنا بقى يتحط الكتب اللي انت هتقراها. صحيح ان كل الناس دلوقتي بتقرا على الانترنت وبيقروا حاجات وعلى التاب وكله، لكن فكره الكتاب الورقي اللي يبقى موجود في مكتبه وبعدين يبقى موجود جنب الطفل او يبقى موجود قدام مكتبه، دي بتدي له احساس تاني، بيبقى عنده شخصيه تانيه وهو ماسك الكتاب. فرغم بروده الجو ووجود معرض الكتاب، ولكن دي من اهم الحاجات اللي بتغذي العقول. صدقوني لما احنا نغذي العقول هنتقدم كتير جدا، لان العقول لما بتتغذى بالقراءه انت بتعيش في عوالم اخرى، عالم من هنا وعالم من هنا، وتعرف اخبار وقراءات متنوعه هتخلينا في منطقه تانيه وفي حياه تانيه. نبدا بقى اول فقراتنا النهارده. انا عايزه اروح لحياه كريمه. حياه كريمه الحقيقه كل يوم بتقدم خطوه جديده على الارض، وبتساعد بشكل كبير جدا المؤسسات والحكومه والاهم المواطن المصري. جهود حياة كريمة في العمل الإنساني لا حدود لها، حيث أنها كمان وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول. البروتوكول ده بيقول إيه؟ هو تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كامل المواطنين. وهنا نقف، يعني معناها أنه حياة كريمة هتساعد المواطن بأنه أي مواطن عنده محتاج حالته الصحية أو محتاج شيء معين، محتاج عملية، محتاج كشف بحاجة معينة، هيقدر من خلال حياة كريمة وبالبروتوكول مع المستشفيات إنها يبقى في تبادل دم، يعني هي يعني تقدر تساعد المواطن ويبقى موجود في المستشفيات. وده طبعا يعني تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس طول الوقت، لأنه مهتم جدا بالمواطن وبصحة المواطن طول الوقت. بينص كمان بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة، يعني مش لازم بس المستشفيات ولكن كمان الوحدات اللي بتقدم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية اللي هتحلها المؤسسة، يعني المؤسسة هي اللي هتقول مثلا يعني المواطن ده محتاج شيء معين، المواطن ده محتاج عملية، المواطن ده محتاج الكشف عليه وهكذا. وده هيبقى في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية وتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وده يطمن المواطن، يعني لما انت تبقى حاسس انك محتاج الخدمة هتلاقي حياة كريمة أول من يقف بجانبك. تعالوا ناخد مزيد من المعلومات مع مداخلة دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء الخير شكري، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. النهاردة الخبر بيقول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمستشفيات بمستشفيات كافة والوحدات التابعة أيضا، كلمنا عن هذا البروتوكول. ده يعني حضرتك تعلمي أن السيد الرئيس على رأس اهتماماته هي
الحياه الكريمه للمواطن المصري. حياه كريمه تشمل حياه كريمه اجتماعيا، ثقافيا، صحيا، ماديا، كل مناحي الحياه الكريمه. واحد من اهم مناحي الحياه الكريمه هي الحياه الكريمه الصحيه. والمستشفيات الجامعيه والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه احد اهم اذرع تقديم الخدمه الصحيه في جمهوريه مصر العربيه. ومؤسسه حياه كريمه هي مؤسسه تهدف لتطبيق ذلك او تطبيق توفير الحياه الكريمه للمواطن المصري من خلال الاستفاده من جميع الخدمات التي تقدمها الدوله المصريه وتكامل هذه الخدمات. احنا النهارده بنتكلم على خدمات حكوميه من خلال المستشفيات الجامعيه او مستشفيات اداره الصحه والسكان، مؤسسات المجتمع المدني، كل الجهات اللي بتقدم خدمه صحيه من خلال المؤسسه. بتستفيد المؤسسه وتنسق كل الجهود. المستشفيات الجامعيه فيها الاساتذه، فيها الخبراء، فيها العلماء، فيها امكانيات تزيد عن 42,000 سرير بغرف العنايه المركزه، اللي بالفحوصات، بالاجهزه، كل ده بيتم تقديمه والتنسيق من خلال المؤسسه لتقديمه للمواطن المصري الاولى بالرعايه حتى يحيا حياه كريمه صحيه. زي ما حضرتك قلتي، احنا مش بس بنتكلم على المستشفيات، احنا كمان بنتكلم على الوحدات زي مراكز السموم، زي مراكز علاج الادمان، زي مستشفى طب المسنين اللي موجوده في، ودي مستشفى متخصصه جدا موجوده في المستشفيات، ودي مستشفى مهمه جدا يعني، لان المسنين حقيقي الاولى بالرعايه في حاجات كتير دايما. مستشفى صحه المراه والطفل اللي موجوده في مستشفيات جامعه اسيوط. فاحنا كمان بنتكلم على مستشفيات تخصصيه ووحدات تخصصيه، وحده علاج الامراض الجينيه اللي موجوده في مستشفيات طب عين شمس، مركز التميز اللي موجود في المركز القومي للبحوث، معهد بحوث امراض العيون، معهد فيدورك الهارت. فاحنا بنتكلم على تخصصات لا توجد الا في المستشفيات الجامعيه، اساتذه متميزون على مستوى العالم مش بس على مستوى مصر، قدرات مكانيه وتشغيليه وتجهيزيه على اعلى مستوى. كل ده من خلال مؤسسه حياه كريمه، والتنسيق مع مؤسسه حياه كريمه بيتم تقديم حياه صحيه كريمه للمواطن المصري. طيب انا كمان عايزه اطمن اكتر على المحافظات، يعني يمكن احنا في القاهره والمحافظات الكبيره ما فيش مشكله، ولكن لو احنا بنتكلم على محافظات مصر اللي هي الناس بتضطر مثلا تنزل وتروح، هيبقى التعامل ايضا ازاي مع باقي المحافظات؟ يعني احنا النهارده بنتكلم على المستشفيات الجامعيه اللي موجوده تقريبا في اكثر من 23 محافظه. تمام. ولما ذكرت لحضرتك في بدايه كلامي قلت مستشفى صحه المراه والطفل اللي موجوده في اسيوط. تمام. مراكز الاورام اللي منتشره في اغلب المحافظات، فاحنا النهارده بنتكلم نفس ما يتم على مستوى المحافظات الكبرى زي القاهره والاسكندريه والمنصوره، بنتكلم هيتم على باقي المحافظات. محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا، في كل المحافظات التي يوجد فيها مستشفيات جامعيه، نتكلم حتى من مستشفيات جامعيه التابعه لجامعه الازهر اللي موجوده في دمياط على سبيل المثال. تمام. وده كمان هيخلي المواطن مفيش بقى حالات التكدس الكبيرة، لأن العملية هيكون فيها نوع من أنواع التنظيم، يعني بدل ما هو الناس برضو اعتادت وهي عادة إن هو يبقى عنده أي تعب أي قلق يعني يتجه إلى القاهرة مباشرة أو يتجه إلى القاهرة بيقول أنا بالزبط. أنا نازل مصر، أنا نازل مصر. أروح أشوف الدكتور. فهو دلوقتي برعاية هذه المبادرة الكريمة من حياة كريمة ومع المستشفيات أيضا والوحدات، أعتقد هتبقى فيها عملية تنظيمية أكثر وأكبر يعني. يعني هو توجيهات السيد الرئيس، أنت مش محتاج تنزل مصر، مصر هي اللي موجودة جنبك وهي اللي جاية لك. مصر هي اللي بتروح لك يعني. عشان تقدم لك أولاد مصر. أكيد. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا ببقى سعيدة جدا لما المواطن الآن في مصر على فكرة حتى البسطاء من أهلنا يقول لك إيه، بقى عارف إنه حياة كريمة دي جاءت من أجله هو يعني، فالإحساس بقى إنه حياة كريمة البيت والمسكن والتعليم والمدارس المتنقلة اللي هتروح والوحدات الصحية، فبالتالي هو طول الوقت حاسس ان هو في دائرة الاهتمام. ولما المواطن يحس انه في دائرة الاهتمام، صدقوني حاجات كتير جدا هتتغير. انا متخيلة ان مصر في خلال
وقت قريب جدا، أقل من سنة هنبدأ نشوف حاجات مختلفة، لأنه هذه المسائل التنظيمية من مبادرات ومن اهتمام ومن التوازي اللي ما بين مؤسسات زي حياة كريمة والدولة هيعمل نوع من أنواع التنظيم هيساعد الناس بشكل كبير. الليلة عندي فقرات كتير متنوعة، أستأذنكم ناخد فاصل سريع ونبدأ بعدها مجموعة من فقراتنا في خميس التاسعة، ابقوا معنا. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعني ليه في قلوبنا حاجات كتير حلوة، أعمال كتير قدمها، أعمال للعيلة، أعمال تاريخية، أعمال للأطفال، المسرح، الإذاعة، التلفزيون. يعني يمكن لو قعدت اتكلمت عن أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يمكن أخد حلقة أو حلقتين من تنوع الأعمال، من الإجادة، من براعة الأدوار. يمكن من تخرجه في الفنون المسرحية من سنة 58 وهو بدأ المشوار على طول. الرئيس السيسي الحقيقة بيعي جيدا قيمة الفن، وإحنا شايفين ده طول الوقت، وبيقدر الفنانين المصريين، ولم يترك مناسبة للحديث عن قيمة الفن المصري في تشكيل وعي وثقافة الأجيال. وبالعكس طول الوقت الرئيس بيحب يوجه الرسائل للفن والفنانين بأن وجودهم هو مزيد من الوعي وتقديم الوعي من خلال الأعمال المختلفة الدرامية. ولهذا السبب أيضا ولهذا التقدير رأينا هذا الاتصال من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإطمئنان على فنان كبير بقيمة وقدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. خلينا دلوقتي نعرف المكالمة كانت إزاي وتلقاها إزاي وصداها على الفنان الكبير من الفنان مفيد عاشور، وهو طبعا زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ شبكي. يعني حضرتك اولا منوره في التلفزيون. ده نور حضرتك والله، متشكره جدا لان احنا بنستمتع بوجودك. ده ميرسي جدا، ميرسي لحضرتك. الله يخليك. دلوقتي يعني قيمه الفنان عبد الرحمن ابو زهره قيمه كبيره قوي، يعني تربى على ايده اجيال كتير يعني، وشفنا اعمال كتير مأثره فينا، وطبعا تقدير السيد الرئيس تقدير كبير جدا. كلمني على هذه المكالمه وصداها ووقعها على الفنان عبد الرحمن ابو زهر. يعني اولا هي لفته رائعه وكريمه جدا من السيد الرئيس ان هو يكلم الاستاذ عبد الرحمن. هذه المكالمه يعني مش قادر اقول لك روحه المعنويه عامله ازاي. كان سعيد جدا 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 وهو بيكلمه طبعا، وبعدين يعني احساسه ان رئيس الدوله رئيس الجمهوريه بيكلمه عشان يطمن عليه على المستوى الانساني والمستوى الشخصي، دي عملت له دفعه معنويه شديده جدا يعني طبعا. وهي لفته وتكريم لكل المبدعين بشكل عام. أكيد. يعني كانت تمثلت في شخص عبد الرحمن أبو زهرة فهي لفتة لكل المبدعين ولكل الفنانين طبعا، يعني لأنه هي فيها تقدير كمان لتاريخ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وقيمته ورمزه وهو ممثل للفن المصري الراقي يعني. فأعتقد أنه السيد الرئيس ما بيتأخرش أبدا، وده تقدير رائع في وقت حتى السيد الرئيس أعتقد يوم المكالمة كان حقيقة منشغل جدا بالوضع بالزبط. السياسي بالظبط بالظبط بالظبط. وسط هذه الانشغالات بالاحوال البلد عموما ان هو يخصص وقت عشان يطمن فيه على عليه، دي لفته رائعه رائعه رائعه. يعني مش قادر اقول لك هي عامله له رفعت يعني معنويات ازاي. طب طمنا على حالته بقى كمان الصحيه سريعا. لا والحمد لله، الحمد لله كويس، الحمد لله كويس، احسن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احسن، الحمد لله الحمد لله. ربنا يتم الشفاء على خير يا رب ان شاء الله. ربنا يتم الشفاء على خير ويرجع ويقدم يعود تاني ويقدم بنشاط جديد وباعمال جديده. الفنان مفيد عاشور زوج ابنه الفنانه عبد الرحمن ابو زهره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتحياتنا للفنان الكبير وبنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله.
التقدير عموما حلو، تقدير جميل، ولما التقدير بيجي من رئيس الدولة بيبقى تقدير كمان لتاريخك ومشوارك. الحقيقة الرئيس لا يتأخر أبدا، لا على المواطن البسيط ولا على الرموز في هذه الدولة، تقديرا منه بأنه كلنا بنقدر نشكل هذه الدولة. طيب تعالوا نروح لموضوع، والموضوع ده مهم جدا بالنسبة لنا. الموضوع صحيح إحنا بنتابع أخبار الكورونا وأوميكرون المتحور، ولكن حديث العالم اليوم عن حاجة جديدة، عن متحور كورونا. الأمر الجديد الأثار جدل إيه؟ يعني قيل في الفترة اللي فاتت إن ممكن إنه أوميكرون ينقل عن طريق العيون. يعني الأطباء قالوا، في بعض العلماء، والحقيقة يمكن كمان يعني جريدة ديلي ميرور أعتقد البريطانية كانت حاطة صور كده وقالت إنه يعني ممكن إنه يحصل عن طريق العين، ينقل يعني هذا يعني المرض ده أو أوميكرون تيجي يعني بأي شكل من الأشكال. لكن خلينا نشوف الأطباء رأيهم إيه، هم الفيصل، عشان كده هيكون معنا مداخلة نعرف بالتفاصيل من دكتور محمد صلاح جعفر، أستاذ العيون ورئيس هيئة مستشفيات العيون. مساء الخير يا فندم. النور يا فندم، زي حضرتك، النور على السادة المشاهدين. يعني يمكن كنا شايفين من شوية على ديلي ميرور، يعني إحدى الصحف البريطانية اللي حتى صور وقالت إنه احتمال إنه جدا ممكن إن إحنا نصاب بالأوميكرون عن طريق العين. إزاي ده؟ يعني ممكن يحصل إزاي؟ بصي حضرتك، هو المؤكد علميا إلى الآن إن فيروس الكورونا ومتحوراته دلتا وأوميكرون بيدخلوا عن طريق الأغشية المخاطية الموجودة بتواجه السطح الخارجي للجسم. تمام. زي الأنف وزي الفم وزي الملتحمة أو الغشاء المخاطي اللي بيبطن العين. تمام. ليه بيخش عن طريق المكان ده؟ لأن ده بيتعرض للجو والرذاذ بتاع المرضى والفيروس المحمل في الرذاذ، فبيدخل عن طريق الأغشية المخاطية دي لأنها مليانة بالأوعية الدموية، وبالتالي بيخترقها وبيخش عن طريقها وعن طريق الدم بتاعها إلى مختلف الأنسجة في الجسم. فاحنا تمام. عندنا ثلاث اماكن او ثلاثه مداخل من الجسم بيدخلوا يعني الزور والانف والعين والزور والعين بالترتيب. طيب الصور اللي احنا بنشوفها على الشاشه دي يا دكتور، صور لناس عينيها حمراء جدا، دي نتيجه تمام. الاصابه يعني دي تمام. بدايه الاصابه تمام. ونتيجه الاصابه هذا الاحمرار الشديد تمام. يعني نوضح بقى ايه، انه الفيروس لما بيدخل وبيصيب الغشاء المخاطي للعين او الملتحمه بيسبب فيه اعراض بسيطه جدا، عباره عن حمار في العين، دموع مستمره، الضوء يضايق شويه، بنلاقي ورم خفيف في الجفن. دي الاعراض الغالبه اللي بتمثل الغالبيه العظمى من اعراض العين. هو السؤال المهم بقى، هل ممكن مريض اللي عنده كورونا وجاله الاعراض بتاعتها في عينه ممكن ينقل عن طريق عينه المرض بالزبط. لواحد تاني؟ حقيقي. كويس. الى الان لم يثبت علميا الا حاجه واحده، ان الفيروس موجود في السائل الدمي، يعني الدموع بتاعه العين للعيان اللي عنده الكورونا ومتحوراتها بيبقى الفيروس موجود في السائل. فمثلا العين جت على الايد، لمس الشخص التاني بالزبط. خلاص تمام. او استعمل منديل او ايا كان بالظبط، او الاطقم الطبيه اللي بتتعامل زي دكاتره العيون والاطقم الطبيه من التمريض وغيرهم اللي بيتعامل مع مريض الكورونا عن طريق عينه، ممكن جدا الدموع دي تنتقل الى منديل، الى سطح صلب او الايد بتاعه المريض، ويلمس مريض تاني او انسان تاني، تنتقل بالتالي احتمال العدوى، لكن ده شيء ليس مؤكد. يعني سؤال تاني بس يا دكتور، يعني دلوقتي الـ 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 الصور اللي عندي على الشاشة بتقول العيون الحمراء دي بداية الأعراض ولا بالضبط. دي نتيجة الأوميكرون على طول بتظهر مباشرة؟ يعني اللي بيجيله في الزور بيحصل له زور بيوجعه يعني، لكن تمام. دي لما العين تلتهب كده، هل العين تلتهب والزور ما يجرالوش حاجة فيبقى العين هي الأعراض؟ بصي حضرتك، أساساً الحاجة الأساسية اللي تمثل أكتر من 90% إصابات كورونا ما بتصيبش العين. كويس؟ نسبة بسيطة جدا اللي قد تصيب الجسم والعين. لكن لو أصابت العين بتصيبها كأي فيروس بيصيب العين، بتسبب أعراض خفيفة. لكن في معلومة مهمة لازم نوضحها للسادة المشاهدين، إن في الأول كان الفيروس بتاع كورونا متوقع منه أو اللي إحنا عارفين عنه أو اللي عرفناه عنه إنه بيصيب الجهاز التنفسي فقط.
تمام. بعد شوية اكتشفنا أنه لا، ده هو بيصيب الأوعية الدموية في كل مكان في الجسم. وبالتالي أصبحنا بنشوف أعراض غريبة غير الأعراض اللي بنشوفها طبيعي في الأجهزة أو جهاز التنفس. مظبوط. فمنها جه مسألة العيون دي كمان. فبنشوف جلطات بتحصل عندنا، ونشوف جلطات بتحصل في الشبكية في الوريد أو الشريان بتاع الشبكية، ونكتشف إن ده كان بسبب كروب. طيب فدي يعني نقطة مهمة جدا، دي نقطة عشان مهمة تبقى واضحة أكيد جدا. كان في كده السوشيال ميديا طرحت، كان في مسلسل للفنان يوسف الشريف، وكان قال في المسلسل إنه العدوى ممكن تصيب العين، تصيب العين بالعين. لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. يعني انا مش هبص لحد، انا عندي كورونا، لازم يبقى في تلامس. لازم التلامس خالص. خالص لازم يكون في تلامس علشان يوصل الغشاء المخاطي، وبالتالي الفيروس يقتحمه ويخترق الاوعيه الدمويه بتاعته، وبالتالي ينتشر في الجسم. اخر سؤال، الوقايه، احنا بنحط كمامه هنا، مش هنخبي العينين كمان، هنعمل ايه؟ الوقايه بقى اللي هو كلور كحول وعلى الايد وغسل الايدين. الوقايه اهم حاجه في الاماكن اللي بتتعامل مع العين، زي عيادات العيون ومستشفيات العيون وغيرها. تمام. لابد من تطهير جميع الادوات اللي بتستخدم من مريض لمريض. يعني مثلا كلنا بنكشف عند الدكتور فبيقول لنا حط دقنك وبص قدامك وركز في حاجه معينه. لازم كل الاماكن اللي جهاز ضغط العين ده مثلا، حتى لما الناس مثلا بتحط، بس اكيد ليه طريقه مخصصه للتعقيم. الاجهزه بتاعه المصباح الشقي ليها اجهزه وادوات معينه للتعقيم. في كل مكان يتعامل فيه المريض في عينه لابد من اتباع الشروط، وكل مصر عارفاه، كل الاوساط الطبيه في العيون عارفاه. لازم تعقم بين مريض ومريض، بين مريض ومريض، علشان ما نكونش في سبب، حتى لو هو نسبه بسيطه جدا، عشان الناس بس ما تخافش، ما تتخضش. الموضوع ما يستاهلش الخوف خالص خالص على فكره. ايوه هي اعراض ممكن تيجي لحد وما تجيش لحد، بسيطه جدا بسيطه، وبنسبه 99% بنسميها سيلف ليميتد، يعني بتنتهي لوحدها في العين. تمام. بدون اي حاجه. نادرا ما بتكون فيها اعراض اكتر، ودي زي ما قلت لحضرتك نتيجه اصابه كورونا للاوعيه الدمويه. اكيد. وعشان دلوقتي برضو لو اي حد سمعنا يا دكتور مثلا عن احمرت، ما يبقاش قلقان، ما هو مش معنى احمرار العين يبقى انا عندي كورونا. بالظبط خالص. احنا بالزبط. في النهايه عايزين نوصل رساله لكل الناس والشعب المصري، الموضوع بالنسبه لنا احنا في العيون حاجه بسيطه جدا، وما فيش اي قلق ولا ذعر. الحاجه الثانيه انه قد يكون من رحمه ربنا تحورات هذا الفيروس تؤدي الى نهايته، لانه كل ماده مع اعراضه بتضعف، بيزيد انتشارا لكن اعراضه بتضعف، فالفيروس بيضعف الى ان يصل لمرحله الانفلونزا العاديه، وده ان شاء الله باذن الله متوقع. نتمنى جميعا وتنتهي هذه الازمه تماما، وندعو للشعب المصري وجميع شعوب العالم ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله نعدي هذه الفتره تماما. اكيد. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد صلاح جعفر، استاذ العيون ورئيس هيئه المستشفيات التعليميه. وناخد يعني في النهايه ناخد حذرنا، خلاص احنا مضطرين نغسل ايدينا، غسل الايدين ده مهم قوي. انت في الشارع تقدر يبقى معاك منديل تمسح ايدك، والتلامس يعني حتى انا ما المسش ايدي، من كلنا بقى بنطلع وبنلمس حاجات في الطريق وكده، فغسل الايدين وابقى متاكد على طول ان ايدي نظيفه ما احطهاش على عيني او اي حاجه، وان شاء الله الدنيا تعدي يعني معانا قد ما نقدر. خلينا نروح كده لفقره تانية وخبر تانية. انا الحقيقه عايزه ايه اخدكم لمجموعه من الاخبار، يعني علشان وانتم قاعدين كده يوم الخميس يبقى قدرنا نقدم لكم حاجات كتير متنوعه. من فتره كده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المحلات، هفكركم كده يمكن حضراتكم تكونوا شفتوها، مج كده، يعني طبعا مش شبه مج التاسعه كده، ولكن هو حاجه زي كده مثلا، وجواه بيبقى فيه يعني مصنوع جوه المج ده زي بقره، حاجه كده جوه اهي زي ما حضراتكم شايفينها على الصوره. فالنوع ده من الدعايه للمنتجات، لما انت بتملاه كده ميه او بتشرب فيه اي حاجه، قيل انه ممكن يسبب السرطان. طبعا على فكره المج ده مش رخيص، ده سعره غالي جدا، لكن كمان ممكن حد بعد شويه يعمله باسعار ارخص من كده بكتير. في النهايه هل المج ده باشكال كتير؟ هو موجود باشكال كتير. الاطباء قالوا انه يعني في مخاطر كبيره جدا على صحه الانسان وخاصه الاطفال. بصوا الاشكال، يعني ده هيئه فنجان وجواها البطه، او المج الكبير، يعني ايا كان الاشكال قالوا انها ممكن تصيب الـ 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 الاطفال او الكبار، واشكالها هي مختلفه. خليني اعرف علميا الكلام ده
صحيح ولا لا. دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد توكلونوجيا الغذاء. مساء الخير دكتور منال. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. طيب بصوتك كده اللي كله إيجابية، طمنينا حكاية البقرة والمج وكده. أنا قعدت أتأكد، لا الحمد لله التاسعة المج بتاعهم ما فيهوش أي حاجة، بس لا يعني طمنينا. مطابق للمواصفات يعني. لا لا ده مطابق طبعا مج التاسعة ده مطابق. فقولي لي، أو إحنا عندنا كلوز أب دلوقتي وحضرتك بتكلمي، استأذنكم بس يعني زملائي الأعزاء نرجع للكلوز أب ونسيبه شوية والدكتورة بتتكلم، اتفضلي. هو للأسف هو حيلة تسويقية، وجود مج بهذا الشكل هي حيلة تسويقية من أجل زيادة المبيعات، ولكن أنا ليا تحفظات على هذا المج وبالتحديد المجسم اللي موجود جواه، لأن مع مرور الوقت هيكون هناك بقايا للمشروبات اللي شربناها على هذا المجسم بين ثنياته بين تفاصيله، سواء كان هذا المجسم بقى بقرة أو بطة أي شكل كان. للأسف الثنيات اللي موجودة في هذا المجسم أدوات التنظيف زي ليف المواعين مش هتقدر توصل. مناخ مصر كان كل سنة مش زي أي سنة، يعني السنة اللي فاتت كان حاجة والسنة دي حاجة تانية. الجو مش عارف ازاي كل مرة الجو بقى ساعة قوي الصراحة، بقى يعني غير الشتاء اللي فات خالص. الجو حلو بصراحة مش وحش. الشتاء غير جامد بصراحة عن كل سنة. يعني احنا أحسن من غيرنا، احنا أحسن من غيرنا كتير، بره تليج ونطر ورعد لكن هنا أحسن من غيرنا كتير برد. والله أنا في شبورة من الشتاء مش شايف. لا هو هايل بصراحه، اني انا جاي من السعوديه فده بالنسبه لي كده عظمه. الجو متغير فعلا، يعني بقاله كذا سنه، السنه دي بالذات الجو بارد جدا. الناس كلها نازله يعني بطانيات وبتاع، يعني انا رابع واحد لابس بطانيه النهارده. السنه دي الجو طبعا شتاء شديده شويه عن السنه اللي فاتت. انا شايفه ان في التعليم لازم نغيرها، ان مصر جواها متنوع، او نبتدي نحط لها المصطلحات المناسبه ليها، لكن دافئ ده الاولاد نفسها دلوقتي بقت مدركه لده وبتحب قوي تعلق وتتريق على الكلمه دي. بنتاثر تملي بالمنخفضات والمرتفعات والكلام ده في الصيف وفي الشتاء. الجو مبلول مبلول جدا. الجو ممطر. خلينا نقول يعني قارس البروده شتاء، قاسي صيفا. دي عوامل طبيعية ما حدش يقدر يغيرها، هي دي فعلا مصر دافع عن دول العالم كلها، يعني أدفى بلد في العالم هي مصر. درجات الحرارة بقت عالية جدا مخالف للسنين اللي فاتت، فيعني ما أعتقدش إن الكلام اللي في كتب هو اللي على أرض الواقع دلوقتي. يعني بارد شديد البرودة ممطر، شديد البرودة ممطر، هو ده الوضع اللي شديد البرودة شتاء وأمطار، وفي الصيف الجو معتدل. المصريين طيبين بجد وناس لطيفة، يعني انتم شايفين كمية البرد وخلاص، هم بقوا عارفين انه زي ما قالوا شديد البرودة. وشفتوا على فكرة، فكرة الناس اللي بتحط بطانية في الشارع دي بقت موجودة كتير، يعني بنشوفها كتير طول الوقت. طيب نرجع للجو، احنا تعودنا على المناهج التعليمية بتاعتنا اللي كانت بتقول يعني الجو في مصر حار صيفا دافئ ممطر شتاء، فمش عارفة دافئ ممطر شتاء دي يا ترى هتفضل عايشة معانا، ولا دافئ ممطر شتاء دي ودعناها يعني، أو هنودعها يعني الأجيال اللي جاية مش هتدرسها، هيدرسوا بقى بارد شديد البرودة. يعني أنا شفت مثلا الأرصاد منزلة النهاردة تلاقي مثلا بارد شديد البرودة صقيع، ما كناش بنشوف الكلام ده. خلينا بالعلم نشوف، طيب الأقمار الصناعية هتساعدنا بالعلم، يعني نقدر من بدري نعرف، وتساعدنا ازاي الحاجة كل الأدوات التكنولوجية والآب والحاجات دي هتساعدنا ازاي. معايا في التاسعة في ضيافتي دكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. ومعايا أيضا دكتورة منال غانم عضو المركز الإعلامي لإدارة التنبؤات والإنذارات المبكرة بهيئة الأرصاد. يعني الإنذارات كلها عندك بالظبط يا فندم. أكيد. طيب هنبدأ، أستأذنك هنبدأ بدكتورة منال. أولا كلمينا الطقس اللي احنا موجودين فيه، يعني أنا لسه كنت بقرأ النشرة بتاعت هيئة الأرصاد الجدول اللي نازل اللي هي بتقول بارد شديد البرودة وصقيع بالظبط،
فما كناش بنشوف هذا الصقيع. لا احنا كنا بنشوفه في الاعوام الماضيه، بس هي زي ما احنا كنا بنتكلم قبل البدايه ان المده طولت معانا قوي. احنا دايما الصقيع ده خلينا نقول ان لما درجات الحراره تنخفض خلال ساعات الليل لاقل من 5 درجات، انخفاض درجات الحراره ده هو اللي بيؤدي لتكون الصقيع على المزروعات. احنا شهدنا في الاعوام الماضيه تحديدا عام 2013 او عام 2015 درجات حراره منخفضه جدا، لكن هي يعني طول المده اللي احنا عايشينها في الطقس الشديد البروده والصقيع هي اللي احنا مش متعودين عليها دايما في جمهوريه مصر العربيه. احنا كنا بنشوف يوم اتنين موجه صقيع او موجه بارده بتنخفض فيها درجات الحراره بشكل ملحوظ، وبعد كده درجات الحراره بتعود للمعدلات الطبيعيه ليها. لكن موجه الصقيع هي بقى لنا حوالي 15 يوم تقريبا لا في مكملين يعني احنا ان شاء الله بنبدا تحسن تدريجي كده في الاحوال الجويه، مع بدايه فبراير ان شاء الله تبدا درجات الحراره تدريجيا تعود للمعدلات اللي احنا بالظبط المعدلات اللي احنا متعودين عليها في فصل الشتاء طبعا وبدايه شهر فبراير. درجه الحراره عندي هنا على الابلكيشن دكتوره منار بتقول 11، تمام. يعني احنا دلوقتي 11 طبقا للمنطقه اللي احنا فيها، يعني هي رصده هنا بولاق او يعني منطقه ماسبيرو. طيب انا عايزه اسال دكتور محمد ازاي هقدر استفيد من التكنولوجي، يعني الاقمار الصناعيه تساعدني في ايه؟ في ان انا هل اقدر مثلا ارصد اقول مثلا دلوقتي هل اقدر اقول انه انا صيف مثلا 22 هيبقى عامل ازاي، ولا ده مبكر؟ طبعا ده سؤال كلنا بنتساءله، وبداية بس أحب يعني أجيب يعني أسباب اللي بيحصل ده. دي بنقول عليها أحداث مناخية متطرفة، والأحداث المناخية دي المتطرفة دي أسبابها هو التغير المناخ. تغير المناخ بيحدث نتيجة النشاط البشري. النشاط البشري منذ يعني بداية الصناعة أو عصر الصناعة الإنسان بيولد طاقة، توليد الطاقة، استخدام المواد البترولية، المواصلات، البناء، الصناعة، كل ده ولد كافة الانبعاثات. الانبعاثات اللي هي عملت احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده عمل خلل في التوازن الحراري للكرة الأرضية. تمام. بدوره بدأت درجة الحرارة تعلى عن المعدلات الطبيعية. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في جلوبال او درجة الحرارة على مستوى العالم زادت في حلول عام 2021 واحد درجة مئوية. ده مش معنى كده ان مصر زادت واحد درجة مئوية، لا احنا بنتكلم على المتوسط طبعا. وبالتالي بعض المناطق هيحدث فيها اما ارتفاعات عالية قوي او انخفاضات اكتر من المعدلات الطبيعية. ده بدوره أدى إلى الأحداث المناخية المتطرفة اللي بنعيشها، سواء كان صيف شديد الحرارة أو شتاء شديد البرودة. أدى بدوره أيضا للمشكلة اللي كلنا يعني قلقانين منها، هي ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، اللي ده بينعكس على ارتفاع مستويات المياه في سطح البحر. والفضاء هنا كان دوره محوري، لأن إحنا ما قدرناش نرصد هذه التغيرات على مستوى العالم في إلا بوجود الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية موجودة على ارتفاعات عالية من الكرة الأرضية. القمر الصناعي بيلف حوالين الكرة الأرضية في حوالي 90 دقيقة، فممكن يلف أكثر من مرة. وبالتالي بدأت أرصد بدقة التغيرات اللي بتحصل في كل مناطق العالم، وبدأ نطلع نماذج رياضية ونقدر بيها نتنبأ بالمستقبل أو استشراق المستقبل هيكون التغير عامل إزاي. فالفضاء في حد ذاته ادانا الأدوات المهمة، لأن فعلا لو احنا ماشيين في اللي هو زي ما احنا كده هوت هنتعرض بالفعل لتغيرات مناخيه كثيره متطرفة. عموما هو كلام حضرتك لازم ياخدنا برضو للمؤتمر المناخ اللي بالزبط. كان موجود في جلاسكو، واللي كان فيه توصيات كثيره جدا للدول كمان الصناعيه، وكان الاكثر تاثيرا هي القاره الافريقيه بالزبط. لواقع عليها التاثير. طيب وده هيخلينا برضو نقول هنا واحنا بنستخدم يعني التكنولوجيا وكده، هل هنقدر بعد كده نحدد نقول والله هذه البقعه من الارض فيها مناطق صناعيه كثيره فهي ممكن تسبب يعني يبقى فيه أشياء، لأنه يعني
أكيد الأقمار الصناعية بتقدر ترصد كمان التغير المناخي في أماكن كثيرة، انبعاثات مثلا من مصانع، من أجهزة، من بالضبط. الأقمار الصناعية، القمر الصناعي بيبقى فيه الحمل المفيد اللي بنقول عليها اللي هو بصورة بسيطة جدا التصوير. التصوير ده ممكن يبقى تصوير زي الصور العادية اللي بنشوفها أو تصوير طيفي. أي انبعاثات بيبقى لها بصمة طيفية فبتبقى باينة، فبقدر أشوف الانبعاثات الخاصة بثاني أكسيد الكربون. أقدر أشوف بخار المية، يعني أنا هنا أقدر أحدد الدول كمان، أحدد الأماكن أو المناطق حتى أو في جوه البلد فين المناطق اللي فيها انبعاثات وتقدم توصيات فيها. احنا عندنا مؤتمر مناخ قادم باذن الله في شرم الشيخ، ممكن 27. اعتقد انه هيبقى مهم جدا المؤتمر ده، مهم جدا بالفعل. طيب. ومش بس كده يا فندم، بقيس مستوى ارتفاع المياه في الاسطح وفي اسطح البحار والانهار. طيب دكتوره منار، طبقا لهذا الكلام العلمي، هل هتتغير بقى في المناهج التربية والتعليم؟ يعني احنا كلنا درسنا اللي هو دافئ ممطر شتاء بالزبط. ده وحر حر جاف صيفا بالزبط. يعني احنا ما بقاش حر جاف صيفا، بقى شديد الحرارة رطب صيفا بالزبط. يعني هل هيتغير الكلام ده؟ أكيد طبعا. احنا طبعا دور الهيئة في تحديد وصف مناخ مصر بدأنا نهتم بيه، بدأنا نعمل دراسات ولجان لتغيير وصف المناخي لمصر اللي احنا متعودين عليه من قديم الأزل، زي ما حضرتك ذكرتي حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. الوصف ده لازم أغير عوامل كتيرة جدا فيه، لازم أبدأ على دراسات عشان أقول فيه تغير مناخي، دراسات لسنين فاتت كتير، لازم أكتر من 50 سنة أبدأ أعمل دراسات على العوامل الجوية المختلفة والتغيرات. عندنا خرائط أهي، خرائط أهي بتقول إن صور أقمار صناعية بتوضح كانت الحالة الجوية اللي تأثرنا بيها بالأمس، والتوزيعات الضغطية برضو اللي احنا طبعا شاهدنا بالأمس ذروة انخفاضات درجات الحرارة. طبعا عشان أدرس التغير المناخي ده وأشوف حصل تغير مناخي ولا هو بالفعل حصل تغيرات مناخية، احنا بدأنا نشوفها في عنف الظواهر الجوية اللي بدأت تأثر على جمهورية مصر العربية. احنا طبعا مش هننسى حالة مارس 2020 اللي سقطت فيها أمطار بشكل غزير على جمهورية مصر العربية. طب يعني برضو اشرح لنا دكتورة منار، احنا شايفين مصر اهي وحواليها، هل الألوان دي ده دخول مصر في يعني إطار جديد بقى، مدارات جديدة للمناخ؟ لا، هي دي بتوضح كمية السحب وكمية الأمطار اللي ممكن تسقط من السحب اللي موجودة معايا. صور أقمار صناعية دي بتوضح صورة للغلاف الجوي من فوق، بتوضح لنا. احنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا كان في حاجة اسمها عاصفة هبة الثلجية اللي ضربت لبنان وسوريا، والحقيقة هم عندهم عواصف ثلجية بالفعل، وأعتقد احنا تأثرنا بيها. احنا تأثرنا بامتداد الكتل الهوائية شديدة البرودة اللي تأثرت بيها البلاد الموجودة في حوض البحر المتوسط، أثرت على جمهورية مصر العربية بانخفاضات الشديدة في درجات الحرارة اللي بنلحظها بقالنا أكتر طبعا من أسبوعين، وكانت ذروتها بالأمس. فطبعا يعني دي درجات الحرارة اللي أنا قريتها قبل ما ندخل الهواء، وقريت كلمة صقيع وبارد. يعني أعتقد مثلا إحنا معتدين إن سينا مثلا، معتدين إن سينا بالذات المنطقة بتاعت سانت كاترين بتبقى برد، بس يبدو إن بقى فيها تلج. هي دايما سينا مرتفعات سانت كاترين بيبقى فيها سلوك، بس يعني واضح يعني في حاجات سالب 3 شديد البرودة، صقيع يعني كلمة صقيع وشديد البرودة في أماكن كتيرة جدا. بالظبط، ده الطقس اللي احنا فيه. ما احنا بنقول احنا في ذروة انخفاضات درجات الحرارة، أبرد يوم في فصل الشتاء سجلناه بالأمس. فطبعا تكون الصقيع على المزروعات، وده طبعا نرجع لتكون الصقيع للفترة الطويلة دي للتغيرات المناخية، وزي ما كان دكتور بيقول يعني زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري اللي طبعا غير في التوزيعات الضغطية الموجودة في العالم كلها. طيب السؤال اللي هيبقى الناس قاعدة عايزة تسأله، بكرة الجمعة الناس راح تصلي الجمعة وتخرج، يخرجوا ولا نفضل بالبطاطين ولا لا إيه؟ طبعا هنخرج ولا يخرجوا بالبطاطين. احنا بدأنا نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية من اليوم، وإن شاء الله متوقع خلال الأيام القادمة. يعني بكرة في شمس يعني بالظبط، يعني هنلاحظ زملائي زيادة. الحقيقة بيقولوا لي هنشوف الشمس بكرة. لا ان شاء الله هنشوفها، هنلاحظ زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بإذن الله، هتبدأ درجات الحرارة بكرة 17 بس في سحب بس طبعا في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس عن الأمس. بس 17 دي طبعا
17 في المنطقه اللي احنا فيها يا جماعه المقاصه يعني مش بالضروره المقاصه طبعا، لكن المحسوسه بتبدا نحسها اقل من كده، لان طبعا نسب الرطوبه المنخفضه اللي موجوده في الكتل الهوائيه وكمان نشاطات الرياح اللي بتبقى موجوده بتخلينا نحس بدرجات حراره اقل من الدرجات اللي احنا متوقعينها. فطبعا احنا متوقعين غدا تكون 16 مثلا على القاهره الكبرى، مع انخفاض نسب الرطوبه ممكن نحسها اقل بدرجتين لثلاث درجات، نحسها 14 يعني 13 يعني جاكيت وبطانيه وتمشي لكن الحال. طبعا تحسن عن الموجه اللي احنا شهدناها بالامس، تحسن عن النهارده بالظبط. طيب يعني ارجع تاني لحضرتك دكتور، برضو عايزه اعرف دلوقتي انا مثلا لو في حد كده من مواطنينا محترمين اللي بيزرع واللي بيعمل، فيجي يقول لك ايه والله ايه الزرعه اتاثرت، الزرعه مثلا يعني ده شيء طبيعي، يعني حتى انت لو عندك شويه نباتات في البيت حطيتها زينه تحس ان البرد بيأثر عليه. طيب المناطق الزراعيه او المناطق اللي احنا الناس بتزرعها، هل هذه نقدر نستفيد بقى من التكنولوجيا نقول انه هيبقى في مثلا تأثير فيعمل مثلا صوب او يحميها ازاي، او ازاي اقدر استفيد وافيد؟ بالظبط، يعني ده بالظبط دور التكامل بين المؤسسات ودور تكنولوجيا الفضاء. احنا من خلال الاقمار الصناعيه بنقدر نحدد او نتنبأ بايه الاماكن اللي ممكن تكون يحصل فيها تغيرات مناخيه متطرفه او تكون عرضه لفيضانات او لجفاف، وبالتالي نقدر نستفيد من هذه البيانات في ان انا احط خطه طويله المدى للمزارع او للاقتصاد عموما، ايه الاماكن اللي هي ممكن تبقى خطر وايه الاماكن اللي هي ممكن تكون التغيرات فيها اقل ما يمكن. فهو الموضوع محتاج يعني تكاتف المؤسسات، محتاج معلومات، واحنا في الحقيقه في وكاله الفضاء احنا مختصين اكثر بالجانب التكنولوجي، بمعنى ان احنا لازم نسمع للجهات ذات الصله زي وزاره الزراعه زي وزاره البيئه ايه البيانات اللي انتوا عايزينها مفيده لكم. وفي الحقيقه في تواصل دائم، وده من خلاله حددنا مهمات لأقمار صناعية بالفعل احنا حاليا قائمين على تنفيذها استعدادا لإطلاقها ان شاء الله خلال العام القادم. يعني اعتقد انه لازم يبقى فيه تعاون وتكامل ما بين وزارة بالفعل. البيئة وزارة الزراعة بالفعل. وطبعا مع الشكل التكنولوجي ده، بحيث ان احنا يبقى عارفين ان المناطق دي يا اما الجو فيها بارد يا اما الجو فيها حار، ففي اي وقت ممكن تبقى مناسبه للبيئه الزراعيه قد ايه يعني. ده اكيد. الحقيقه الحديث معاكم جميل، انا بتمنى بكره ان شاء الله طقس كده شويه ادفى شويه من النهارده. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. يعني بشكرك دكتور محمد عراقي نائب رئيس تنفيذي لوكاله الفضاء المصريه. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لاداره التنبؤات والانذارات المبكره بهيئه الارصاد، بشكرك شكرا جزيلا. والعهده عليكي بكره احسن من النهارده، بكره احسن من النهارده الناس تقدر شويه يعني يخرجوا كده ويقضوا الجمعه، واللي عايز يصلي مفيش مانع البطانية تبقى موجودة برضو يعني لأي سبب يعني. فاصل قصير بعد الفاصل. أنا عارفة إنه يعني يوم الأربع كان غريب، يعني بدأناه بأمطار وأجواء كانت يعني شديدة البرودة، ولكن ختام اليوم كان مع منتخب مصر اللي أسعدنا الحقيقة بالتأهل لدور الثمانية. والنهاردة هنعمل استوديو تحليلي، بس استوديو تحليلي هيبقى مختلف شوية. استوديو تحليلي مش مع كابتن ولا كروي ولا حد من المنتخب ولا من الوسط الرياضي، بل من الوسط الفني. الفنان هشام اسماعيل هيكون موجود معايا، هو اللي هيعمل استوديو تحليلي لأول مرة في التاسعة. كروي فني جدا، أرجوكم خليكم معانا، هتشوفوا الكورة بشكل جديد في التاسعة الليلة بعد قليل. فنان هشام اسماعيل الشهيد بفزاع، طبعا كلنا عارفين ادوار كتيره جدا، بس النهارده طبعا دوره في الاستوديو مختلف. زي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر امبارح شرفنا، واخيرا بصراحه اخيرا شرفنا وانتقل الى دور الثمانيه، والفرحه كانت كبيره وحلوه جدا. وعلشان كده احنا قررنا النهارده استوديو تحليلي
كابتن شفكي وكابتن هشام اسماعيل. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. احنا النهارده هنتحدى كل الكباتن بتوع الرياضه. لا لا الموضوع الناس كبير. هتعرف ان في فرق كبير يعني. طيب اولا يعني انا عارفه خفه دمك وعارفه ان انت يعني. وقت من اول المباريات وانت شغال على السوشيال ميديا جامد. انا بصراحه ما كنت شلت ناس وحطيت ناس كنت مستنكر جدا اداء المنتخب بصراحه مش عاجبني خالص. فانا لما بكون متضايق من يعني من الفريق اللي بشجعه اللي هو الزمالك او منتخب مصر بحب اخش حتى الاهلي لو لعب وحش يعني في كل الاتجاهات اي فريق يلعب وحش لازم مديله بوست كده في السخريه اللذيذه يعني. ايوه بالظبط. فكنت ماسك في منتخب مصر بصراحه مش عاجبني خالص اللي حصل في ماتش نيجيريا كانت حاجه بهدله يعني وكان وحش قوي الاداء. وبعدين دخلنا على غينيا على سوري الماتش اللي بعده السودان لا اللي بينهم دي كانت ايه مش والله منسيتها اسمها غينيا بيساو صح غينيا بيساو دخلنا عليها لعبنا برضو اوحش بس كسبنا الحمد لله بجون صلاح كده ربنا كرمه. احنا كسبنا في المرتين على فكره. والسودان كسبنا 1-0 برضو. أيوة. بس اداءات مريبه والمراكز في غير مراكزها والكابتن كروش لا بس كان الشناوي في مكانه. الشناوي الحمد لله في مكانه الحمد لله يعني والحمد لله كان يعني ده هو الحمد لله الوحيد اللي كان يعني في الرمق وكان بيقول يعني فالحمد لله اللعيبه يعني امبارح بصراحه كانوا رجاله جدا كلهم دي حقيقه ووفقوا جدا في الماتش والراجل لاعب كويس. احنا بتوع الوقت الصعب بس لسه بدري يعني مش عايزين نفرح بالفرحه دي لحسن بس خلينا نفرح شويه انا يعني فرحنا يوم عارفه دايما في المباريات نتكلم كلام رياضيين ما هو حلو احنا هنفرح النهارده الخميس في كليشيه بيتقال كده اما الرياضيين بيكسبوا ماتش قال لك هنحتفل النهارده ومن بكره نبدا الاستعداد لمباراه المغرب عايزين نعمل هم بقى يبداوا انا وانت احنا نقعد نحتفل بس طيب بص معايا على الصوره دلوقتي حضرتك استوديو التحليلي الصوره دي اولا كابتن هشام اسماعيل ايوه فندم يعني انت زملكاوي نوعا ما فاحنا هنعدي دي لانه مش مفروض نقول الهويه لا عادي ليه لبنان ده مقضيها مقضيها طيب عايزه اقول لك حاجه يعني الصوره الاولانيه أيوة. المنتخب لابس ابيض مظبوط تفائلت انت بقى بالحكايه دي قوي مش عشان الزمالك والله بس منتخب مصر بيلبس ابيض او بيلبس اخضر ايام كنا بنلبس اخضر زمان بحبه لما بيكسر الحاله بتاعت الايه الاحمر مش ماشي يلا نكسر بقى لكن طبعا في كل الاحوال هو اللعب الكويس هو الاساس بس لما يعني مثلا كان لنا انتصارات تاريخيه مثلا بالابيض كاس امم 86 كسبانينها بالابيض في النهائي كسبانين ايطاليا في كاس القارات بالابيض فكان برضه انت عامل يعني عامل رصد للون الابيض ده انا قديم قوي ده انا فظيع فاحنا دلوقتي اول توصيات في لكابتن كيروش بس مش عارفين برضه هما بيلبسوا طبقا للفرقه الثانيه يزود الابيض يزود الابيض احنا عندنا يعني المغرب احمر احمر فنلبس احنا ابيض برضه نلبس احنا بس عاده بيعملوا قرعه او حاجه ممكن المغرب تلبس اخضر واحنا احمر بس ليه نبوظ يعني ماشيين حلو فاحنا الابيض الفته ماشي تزويد الابيض يعني دي نزود الابيض شويه ممكن طيب نزود انا عايزه نرجع يا جماعه على صوره المنتخب عشان تقول لي يعني تقييمك لاداء المنتخب انا بقول لحضرتك المنتخب هو موجود داخلين اهو انا عاجبني صلاح عاجبني انا بحب صلاح جدا بجنون يعني بحب طبعا. صلاح من سنه 2012 من لما راح بازل السويسري وفضلت متابعه عارفه اللي هو هنيدي في فيلم المنسي انا قافل أيوه. الورشه وماشي ورا صلاح في كل حته أيوه. يعني فضلت ماشي ورا صلاح هو كمان اهو بيشاور عليه انا بحب صلاح جدا جدا هو كمان جدا. بيحب بحبه مش فكره انه لاعب موهوب ولاعب شاطر كمان اولا انسان مصري مكافح جدا انسان مصري عنده ذكاء واستفاد من الخبرات اللي خدها في اوروبا وتطور وتاقلم معاها صحيح وكل مدى طيب. يزيد انا هقول لك حاجه بما اني انا يعني انا هنا المذيعه برده استوديو التحليلي صلاح امبارح كان ليه يعني علق الحقيقه وانا عجبني التعليق اول امبارح علق وقال انه يعني مش مبسوط في المنتخب ان بقى في فكره أهلي وزمالك اهلي وزمالك يعني مزبوط. وانه ده من نادي كذا وده صح. من نادي كذا وقال لك دي عمرها ما حصلت احنا المنتخب اهم صح انا عجبني كلامه إيه؟ عجبني كلامه جدا بقول لك حضرتك اول امبارح اثر فيا الكلام رغم ان انا ما حدش بيأثر فيا خالص ما عنديش اي احساس فلما صلاح بصراحه اثر قلت لا والله الدمع هتفرق الراجل بيتكلم صح عيب يعني ماسكينها اهلي وزمالك واصله ما خدش قفشه في الاهلي واصله ما خدش طارق حامد ومسكنا في حاجه ضيقه قوي وبقينا نشجع فعلا اللعيبه زي ما هو بيقول لا احنا بنشجع اللعيبه يا جماعه ده بتاع الزمالك فشجع لا بنشجع مصر ده بتاع الاهلي اشجع فعلا وساعات الواحد بقى انا بتكلم بامانه كنت بقفش نفسي ساعات متلبس ان مثلا الشناوي دخل فيه جون مش عارف عامل ازاي يقول ها هو دخل في الشناوي الله طب انت منتخب مصر يا جماعه طب قول لي الصراحه ما قلتش انت كده في اي حاجه ما انا بقول لك قفشت نفسي متلبس في لحظه في ماتش نيجيريا انت مثلا كنت متلبس يعني اذا صلاح كان بيشاور عليك كان بيشاور يعني. عليا جدا حسيت ان هو بيقرا بوستاتي مثلا وقال السخريه من اللعيبه بتحبطهم وبتوصل لهم فعلا بدات اخد بالي ان انا كممثل لما حد بيتريق عليا او على شغلي بيقول لك ما تعملهاش تاني لا هو مبسوط مني اهو بيقول لي خلاص انت كويس بقيت كويس فعلا السخريه من ممثل مثلا في عمل بتخليه يحبط تخيل لعيب الكره على الهواء عنده ماتش جاي كمان يعني طبعاً. انت بتعمل توصل له ان طاقه انه وحش بس
قد يكون السخريه اللاذعه دي وصلت لهم طاقه، لا نسترجل ونجمد ونطلع طبعا لان موهبتنا بقى. السوشيال ميديا دلوقتي بتوصل للناس. صح. هنرجع تاني لصوره المنتخب ونعمل كلوز اب على شخصيه تانية. أوكي. يعني كل الناس على النني. النني كان عظيم امبارح، انا بصراحه من الناس النني واخد رجل المباراه. بعتذر له بشكل شخصي، لان انا فعلا كنت سالت بعد ماتش السودان هو النني بالظبط دوره ايه في الملعب، انا مش فاهم. حاسس انه بيجري طاقه مهدره. امبارح فعلا كان في كل كوره، كان اولا صمام امان في الدفاع فظيع، كل كوره ورا الخط الوسط كله، يعني كان بيدافع ورا دفاع مرتين، وفي الهجوم كان بينقل الكوره لقدام. شفت مره النني زمان في الارسنال بيلعب ماتشات عامله كده، بس بعد كده فجاه لقيته حسيت انه بيباصي الكوره ويجري، باصي الكوره ويجري، بعدين ملوش دور. لا امبارح كان عظيم، ولولا النني امبارح فعلا رجل المباراه، لولا النني امبارح ما كانش فيها هجمات بتوصل حقيقيه لجنة. فانت هنا كور عاليه بتاع، يعني بترجع يعني جايزه انا فرحان له جدا، فرحان كده، احب يعني ان الانسان يخرج من الحاله. عايز اقول لك كمان امبارح والده يعني كان موجود على محطات كتير جدا، وكان بياخد التحيه بقى لانه هو طبعاً. ابنه الناس كتير اتكلمت، والده كان لاعب كوره كمان، فهو متقدر فكره انك انت تبقى الناس كلها بتهاجمك وبعدين تاخد حقك بقى. هو واقف وهو جاب حقه بنفسه في الملعب، يعني حاجه جميله بصراحه. احسن لاعب، لا حاجه جميله، وجاب حقه في الملعب فعلا يعني. طيب هل انت شايف انه رد فعل برضو يعني تقدم المنتخب الهجوم اللي حصل عليهم، وبرضو كيروش يعني ارى كده الدنيا والناس بتقول ايه؟ ولا وارد؟ والله وارد، لان صلاح بقول لحضرتك ذكي جدا، انا شايفه قائد المنتخب من اكتر واهم واجمل كباتن المنتخب، قادات المنتخب اللي جم في الفتره الاخيره. ليه؟ اولا اسم عالمي ومن احسن ثلاث لعيبه في العالم، وراجل عنده شخصيه وتاثير في العالم كله، ملهم للشباب. طبعا ما يطلع يقول لنا احنا كجمهور الكلام ده، واضح ان هو قاري اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وجاي له ريبورتس يعني من كل الاصناف البشر ان بيتقال علينا كذا وكذا وكذا، فنقل ده للعيبه بطريقته ونقل ده لينا بطريقته، واعتقد ان هو بيدي حافز ايجابي للعيبه. طب انت خدت بالك كده برضو من يعني ضربات بقى الركلات الترجيحيه والبلنتيات اللي احنا شفناها؟ انا بحب ضربات الجزاء، وبنتي عندها 6 سنين من اول ماتش عماله تقول يا رب يلعبوا ضربات جزاء، يا ستي عايزين نكسب وخلاص. طيب بحب ضربات الجزاء يا ستي. طب انت يعني ناس كتير او يعني تم التعليق بانه صلاح هنتكلم على ابو جبل لوحده، ده ليك مكالمه يعني كلام لوحده. بس يعني الصد اللي حصل ليه ضربات ومين اللي هيلعب ومين اللي هيلعب الضربه دي، يعني كان بيقال ان صلاح كان ككابتن يعني واقف هو ليه، كان ليه راي كبير في مين اللي هيبدا يعني. انا في حته ضربات الجزاء عندي راي كده مش مقصود بيه حاجه والله، بس كان يعني سبحان الله الشناوي لما اتصاب قلت دي يعني علامه من ربنا ان شاء الله هنكسب بضربات الجزاء. صدق انا قلت نفس العلامه، قلنا هنكسب بضربات الجزاء. ليه؟ كان زمان بيحصل حركه تبديل كده ايام الزمالك زمان، ان ايه كابتن حسين السيد يخرج ينزل نادر السيد يصد ضربات الجزاء، وابو جبل فعلا في ضربات الجزاء مميز نوعا ما، مميز يعني لينا سوابق معاه في فريق الزمالك بيكسب في ضربات الجزاء قوي، عنده سنس. فلما لقيت الشناوي اتصاب اترعبت، قلت يا نهار ابيض طب والنص ساعه اللي جايه هيحصل ايه؟ ده الشناوي جوه الملعب وموده عالي وتركيزه عالي طبعا، وكنا خايفين وابو جبل هينزل من العدم يعني ما لعبش ولا ماتش. بس ايه رايك في الصوره دي؟ اديني تعليق. عظمه، انا شفتهم هما الاثنين بيتكلموا بعد الماتش كنت فرحان جدا. وفعلا بدات انسى فكره مين اهلي ومين زمالك، فعلا ما بقتش حاسس غير ولاد مصر. ما هي الصوره هي ولاد مصر بجد، الصوره بتقول منتخب، دي صوره بتقول رجعونا الروح، احنا المنتخب يعني مين اهلي ومين زمالك يعني. لا فعلا ما حسيناش باهلي وزمالك، هما الاثنين اتلغت يعني كل اللعيبه امبارح اتلغت الحواجز، احنا مصريين عايزين مصر تكسب، دي كانت احلى حاجه امبارح. بالظبط. طيب انت شايف انه كمان ده كان يعني اختبار جيد جدا لابو جبل، انه اتحط في وقت صعب واتحط قدام مهمه صعبه. كان في حد من الكباتن في استوديو تحليلي من 3 4 ايام طالب، كان كابتن طارق يحيى ربنا يديله الصحه اعتقد، قال انا ابو جبل نفسي ينزل ماتش السودان. قال كده يبدا الماتش، فكابتن قال له طب ليه؟ الشناوي ماشي كويس. قال له الشناوي ماشي كويس وانا ضامنينه خلاص، يعني سيفناه على انه فرصه ندي ابو جبل ندي ابو جبل قد يحصل حاجه. وحصلت الحاجه، يعني لو كان ابو جبل فعلا واخد ماتش السودان كان برضو رجله في الملعب، بس هو ما شاء الله واضح انه كان هو تركيزه عالي ورجله في الملعب، وكابتن عصام الحضري شغال معاه كويس، شغال معاه نزل كانه كان هو من اول على فكره بيلعب البطوله كلها. طب الصوره دي انت عارف بتاعت ايه؟ في كورنر اترفع كده، لا دي اول صده، اول صده في واحد دخل بدماغه اللي هو لما خد الصده دي الناس كلها قالت خد الثقه، خد الثقه صح، صد يعني صد بعدها كره حلوه قوي اللي طلعها من المقص دي، كانت كره حلوه قوي، لان فعلا واضح ان هم نازلين كلهم تركيزهم عالي الماتش ده كلهم، فابو جبل ما حسسناش ان الشناوي خرج. احنا كمان عندنا يعني المصور العظيم فريد قطب يعني مصور شويه لقطات حلوه جدا لابو جبل، واللقطات الحقيقه كانت يعني معبره جدا، وهو يعني بيصد الكوره من كذا مكان. هو برضو يعني الشناوي شال 3 اجوان 4 اجوان برضو في الماتش، الشناوي عشان بس بكون ما نديله حقه شال 3 4 اجوان يعني ما تتشالش
وواحد هداف اللي هو اياكس ستيفن هالر سبيستيان هالر ده راجل عملاق اصلا طول بعرض بتاع كوت ديفوار بتاع اياكس امستردام شال منه تر كورتين ما يتشالوش يعني. ايوه بس احنا على فكره احنا ممكن نكسب قبل الاكسترا تايم. احنا ضيعنا كور غريبه من تريزيجيه يعني. تركيزه انا بس بلوم على تريزيجيه. أيوة. نتقل كده عند الجون لسه الكره يا تريزيجيه انت راجع من اصابه طويله وكان ممكن بلاش انت تفنش في الاكسترا تايم بلاش انت تفنش يعني لعيب بيرجع من الاصابه بيقول باصي كتير عند تمام. الجون كان جنبك مصطفى جنبك صلاح جنبك النني باصي مش لازم كل الكره تحطها انت ما لسه السويرب او اللفه دي ما بتجيش معاك لسه ما جاتش خلاص والله هم هياخدوا الكلام اللي ارجوك يا كابتن تريزيجيه نهدى شويه عند الجون جنبك واحد طيب تعالى كده يعني اولا انت متفق معايا ان اللقطات اللي اتخذت لابو جبل حقيقه كانت حلوه جميلة. معانا مصور فريد قطب ومصور الركلات الترجيح والحقيقه كانت حلوه جدا وكل واحده كانت مميزه فخليني امسي عليه مساء الخير استاذ فريد مصورنا الفنان فريد قطب مساء الخير اهلا بحضرتك نور يعني انا بجد عجبني جدا اللقطات اللي انت اخذتها وقلت ازاي قدرت تعملها يعني في الوقت ده وبالدقه دي ومعايا كابتن هشام اسماعيل على فكره في استوديو التحليلي بتاعنا ازيك يا استاذ فريد بشكر حضرتك وكل الكباتن اهلا بيك الحمد لله بخير والله اولا طبعا انا بحب اهني طبعا الشعب المصري كله على الاداء العظيم بتاع منتخب مصر والحمد لله يعني تاهلنا يعني الدور القادم ان شاء الله ربنا يكرم بقى نوصل النهائي ان شاء الله انا بس حابب اوضح ان الشوت دي نفسها انا ببقى يعني الحمد لله عندي في حته ان انا ادرس نفسيه كل حد بصوره فطبعا لما صور منتخب بلدي فلازم اكون مركز قوي مع اللعيبه بس انا عرفت ان انت اخذت الشوتين يعني في نفس الوقت بكاميرتين صح كده؟ اربع كاميرات مش اثنين اربع كاميرات بيكون في ايدي في التوقيت ده اربع كاميرات في كاميرا ورا الجون متثبته بريموت ايوه دي واحده في كاميرا بتبقى وايدي فيها ثلاثه في كاميرا بتكون عليها عدسه اسمها يعني 300 بتجيب من بعيد لما بيقربوا اكتر فبيبقى ال 300 بتبقى خلاص مش متاحه معايا فبنزلها وبطلع عدسه ثانيه اسمها 70-200 في اوقات ممكن يقربوا قوي مني فلازم اروح تبقى خلاص برضو ماشي لازمه فرفرف يعني عدسه بس عايز اقول دي دقه شديده جدا منك لان انت مش بس جايب اللقطه انت جايب اللقطه والاداء يعني صح. انا شايفه هنا تكنيك ابو جبل حتى تكنيك ابو جبل اتفضل يا كابتن هشام برضو عايز يعلق يعني قليل لما الناس تاخد بالها من الشوت ده تكنيك ابو جبل في الصده رجليه الشمال على الخط عشان ما تتعدش وفي نفس الوقت عينه على الكوره ورايح في الزاويه فده برضو يعني انت عملت فيلم صغير قصير في اللحظه دي بالصوت بتاعك يعني بالصوره بتاعتك انا يعني بص طبعا الحمد لله بشكر ربنا طبعا على الرزق ده طبعا هو طبعا توفيق ربنا واخيرا المكان اللي انا كنت واقف فيه يعني انا بس يعني لو كان ابو جبل صد الكره الناحيه الثانيه انا كنت الدقه هتبقى مش قوي لكن الحمد لله لحسن الحظ ان هو جه الناحيه اللي انا واقف فيها ناحيتي فيعني ظاهر كانه هو رايح لي انا الحمد لله يعني انا ايه انا في الحالات دي بكون بلعب على ال الكره دي انا عارف ان ابو جبل يعني متميز جدا في صد الحاجات دي واكثر من مره يعني عملها فكنت بركز معاه هو حتى طيب. انا ما كنتش مركز مع اللي بيشوط اكتر لا انا كنت يعني مركز كنت بركز مع انت طبعا ما كنتش متوقع انه انت وانا الحمد لله عملتها قبل كده ايوه عملتها قبل كده الحمد لله في 2017 ساعة لما حسن العظيم عصام الحضري صد الكره بتاع كوت ديفوار سوري أيوة. بتاعت بوركينا فاسو وانا اخدت تقريبا نفس اللحظه دي وهو بيصدها برضه فانا ببقى يعني بركز مع الحارس لما بكون عارف ان هو يعني ممكن ان شاء الله يكون في سبب ان هو يعني صدها يعني. طب انا متفائله بيك جدا يا استاذ فريد عارف ليه؟ انت صورت برضه منتخب مصر وحارس المرمى اتصاب واخدنا البطوله ده في 2017 ايه ده مظبوط صح لا هو اللي حصل كالاتي انا عشان خاطر بصور البطوله دي يعني متعاون مع الكاف فانا فدي اول بطوله اول ماتش اصوره يعني لمصر
أيوة. فده اول ماتش صوره يعني امبارح، فاول ماتش صوره اتصاب الحضري. يعني ده اول ماتش تصوره يعني، انت ما صورتش في ما صورتش ماتش السودان ولا للمنتخب ولا غينيا بيساو نهائي، انا عمال اصور بس الجزائر. انت وشك حلو بقى، خليك بقى روح المغرب ساعة البطوله دي، انت بقى تروح ماتش المغرب انت موجود فيه هتصور في ماتش المغرب. اتصاب السناوي ودخل مكانه ابو جبل في 2017 برضو، اول مباراه صورها كانت مصر ومالي، اتصاب احمد السناوي ونزل مكانه ابو جبل الحضري الحضري. وبرضه شاء القدير ان برضه طريقنا كان المغرب لما كتبناهم برضه في الدور اللي فات. ايوه صح، جول كهرباء وصل للنهائي ان شاء الله. صح، جول كهرباء ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله بقى المره دي. خلاص يعني، هل عندك اي كواليس عن ماتش المغرب تحضيريه 2007؟ لا والله للاسف مش متابع انا يعني في التصوير، بس بس انت في 2017 كنت موجود برضه في ماتش المغرب. لا للاسف 2017 صورت حضر ماتش المغرب بتاع كهربا. ايوه كهربا، اللي هو اول هزيمه للمغرب يعني نكسب عليهم حاجه من 30 سنه، فكنا عقده يعني سنين من 30 سنه نكسبهم. 30 سنه يعني انا بجد اتفضل عايز تقول حاجه. اتكلم على الصوره دي اللي بتاعت ابو جبل، انا يعني الحمد لله سعيد الحظ جدا الحمد لله ان هو ربنا كرمني، والحمد لله يعني صورت الصوره من زاويتين مختلفتين، ودي بتبقى يعني صعبه بس الحمد لله انا متدرب عليها. ما هي دي الزاويه الاولى والزاويه الثانيه الحقيقه الصور حلوه جدا. يعني برضو بالمناسبة ده خلاني ما اقدرش اخد حاجة تانية، يعني انا تركيزي على حاجة زي دي خلاني مثلا ما اقدرش اخد الفرحة لما محمد صلاح طلع على كتف ابو جبل. أيوة فهي بتبقى ايه شارلوت ريز. طبعا انت هنا في حاجة تاخدها وحاجة لا، انت خدت الحاجة الرئيسية. الحمد لله مبسوط بيه طبعا يعني الحمد لله يعني. أكيد يا رب انصرنا ان شاء الله يكون وشك حلو عليهم يا رب كده. المصور فريد قطب بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله نشوف صور دايما كتير حلوة. هنكمل معاكم يعني قبل ما اروح فاصل، تعالى بقى ايه فنان هشام اسماعيل. أيوة. برضو عشان الناس تبقى عارفة يعني هو فنان اصلا، لكن هو النهاردة دوره حابب يعيش انا بحب الرياضة قوي والله بعتبرها جزء من الحياة. انا عايزة تعليقك بقى عليها. انا ابو تريك انا بحب محمد صلاح موت، وهو أيوة. من الذكاء انه اختار يشوط اخر ضربة، وهو صلاح مرة شفته بيتكلم في حوار مع استاذ عمرو اديب قال له انا بقرا الماتش وبشوفه قبل ما يحصل، فهو كان قاري ان ضربات الجزاء هتوصل لاخر ضربه، فقال انا هشوطها ويا رب نكون بقى اكيد بقى في ذهنه انه ايه نكون ضيعه واحده اتنين هو اللي يحسم الضربه. طبعا فكان محضر هو الجاريه دي، ابو جبل عمل الشوت ده استناه ان هو يشيله، فهو كان شكلها حلو قوي ان صلاح ده يعني هو سبب الليل يعني هو طبعًا. فوق بقى بس كمان كلها. عارف عايز اقول لك ان دول سبب النصر اعتقد يعني. انه هي من الذكاء اختيار صلاح انه صلاح هو اللي يشوط الضربه طبعًا. الاخيره طبعا الخبره الثقه ما عندوش القلق يعني عنده احنا عندنا كمان الصعبة. صحيح وعندنا كمان كتير. احمد سيد زيزو ده يعني احسن مسدد ضربات جزاء طبعا يعتبر في العالم يعني ما شاء الله. وزيزو بدا اول واحده، فهو صلاح حتى شاور قال له زيزو انت الاول فقال له طبعا وبتاع، فصلاح حتى لما احتفظ بالضربه الاخيره تحس ان صلاح دايما شايل لنا الفرحه الكبيره يعني. اكيد لسه هنرجع نتكلم بقى على السليه ومحمد عبد المنعم واحد واحد بقى هنكمل كلامنا بقى عليهم وهنكمل الكلام معاكم. كمان عايز اسال الفنان هشام اسماعيل، لان انا شفته في اللقطات الاولانيه اللي عرضناها في الاول كان بيعمل حاجه في الرياضه يعني بيمثل حاجه ده كان مسلسل او حاجه. انا عملت حاجات رياضيه عمل حاجات رياضيه كتير هنعرف منه حاجات كتير، وهو على فكره جاي لي من التصوير على فكره بيحضر حاجه للكبير يعني هترجع فزاع هو الكبير السادس ده ان شاء الله ربنا يكرمنا السادس. فيه باذن الله الجزء السادس نكون هتجيب جول يعني يا رب جميعا بقى كل الافراد الفريق هتغلب كيروش يعني في لا احنا عندنا ميكي بقى اجمد من كيروش نفسه ميكي اجمد من كيروش. هنرجع نكمل معاكم في التاسعه في ضيافتي الليله، نحن مع منتخب مصر مع الفرحه وبتعليق فني كروي الفنان هشام اسماعيل يكمل معي الاستوديو التحليلي في التاسعه. ارجوكم ابقوا معنا. يعني فزاعة لما يغني بقى انتوا عارفين يعني مزاريتا جوت تالنت فزاعة اثبت مواهب جبارة بيسمع مواهب جبارة يعني. طيب انا هرجعك لاستوديو التحليلي تاني وهسألك بقى على يعني
يعني لما شفنا لاعب الكوت ديفوار لما دخل الركله بتاعته واتصدت، والله انا شفته كده مشاور الناس كده، قلت له يا عم بطلت الحاجات دي، انت بتكلم مين؟ بيكلم الهوا، بيحارب طواحين الهوا. اصلا الجماهير قاعده كاميرونيه، يعني اللي قاعدين مصريين كلهم اربع خمس تنفار. اصل الكاميرونيين لو خدت بالك هم بيعشقوا صلاح طبعا، العالم كله يعني. انا كنت في كاس عالم في روسيا، الروسيين يمشوا يقولوا صلاح صلاح، بيموتوا في صلاح. فالكاميرون الكاميرونيين قاعدين، صلاح تجي له الكره عامل زي نجم الحفله كده، اي لمسه منه ايوه شغالين منه، فبيشجعوا مصر بحب شديد عشان صلاح يكسب يعني. ايوه صح. فهو مشاور لهم ايه اسكتوا بتاع، فقلنا يا عم البطل الحاجات دي بتيجي على دماغك يعني. انت بتسكت الكاميرونيين ليه؟ انت بتسكت اهل الكاميرون اصحاب البيت يعني. وبعدين هتيجي على دماغك الحاجات دي وحشه يا ابني، الحاجات دي وحشه اخرتها وحشه. طب انت ايه رايك؟ قالوا احنا لما كسبنا، احنا كسبنا الافيال بس كمان لو دخلنا على هنكسب ايه؟ اسود الاطلسي بقى المغرب، اسود الاطلسي وبعد اسود الاطلسي اسود الكاميرون بقى ان شاء الله. فاحنا شغالين مقضينها بقى حيوانات، مقضينها اسود في افيال في افيال كده. طيب انت شايف انه كيروش كان اقل من مستوى المنتخب ده؟ كلام بقى جد، استوديو تحليلي بجد، استوديو تحليلي بجد بقى، بجد بقى. انا بصراحه كراجل يعني مواطن يعني متابع الكره من صغري جدا جدا، بقول لحضرتك انا بتفرج على المنتخب من سنه 84 من اول كاس امم افريقيا في 84 في كوت ديفوار اللي كسبنا فيها كوت ديفوار 2-1 ايام كابتن طاهر ابو زيد. فانا بتابع وبحب جدا دايما بميل للمدرب المصري المتوهج، يعني لما كان كابتن جوهري في عزه بميل ليه. انا بميل لكابتن حسن شحاته، كسبناها ثلاث مرات كابتن حسن شحاته، وكابتن خدناها كم مره؟ خدناها سبعة ثلاثة منهم مع كابتن حسن شحاته، ثلاثة ورا بعض، ومرة مع كابتن جوهري. أيوه. فأنا دايما ميال للمدرب المصري، كنت حابب كابتن حسام حسن ياخد فرصته من بدري يشتغل مع اللعيبة براحته، إنه من نوع برضه اللي عينه كويسة بيطلع مواهب شابة. وبرضه فكرة المحترف، ما هو معانا المحترفين بس بحس إن الأجنبي بيميل للتشكيل المعتمد على المحترفين بس أيا كان مستواه. طب أنت شايف إن كيروش صلح بقى نفسه وأدواته بنسبة كبيرة في المباراة دي؟ هو نفس التشكيل ما غيرش قوي، بس وظف اللعيبة في أماكنها المظبوطة، واللعيبه كان عندها روح وطاقه. انا بشوف ان هم قعدوا واتكلموا مع بعض، وبشوف ان هم شافوا السخريه اللي حصلت، جالهم طاقه استنفار كده، عايزين نلعب بقى بطاقتنا ورجوليه و ونقدم احسن اداء عندنا. لكن هو الراجل برضو وظف في اطار المتاح، لكن كفكر انا شايفه كفكر خلاق يعني، بيعمل كره مبتكره لا مش عنده، مش عنده بيعمل التقليدي يعني. تيجي كده نمسك المنتخب يعني، اتفضلي يا فندم. يعني مثلا محمد عبد المنعم كان متالق، انا محمد عبد المنعم اكتشاف هايل طبعا يعني، يحسب لكروش ما قلناش حاجه. بس هو الولد برضو من ابناء يعني النادي الاهلي ومتمرن يعني، عنده فكره التكتيك عالي من الاصل يعني، بس هو في اعاره لنادي اخر، لكن هو الولد كويس. بس طبعا برافو عليه ان هو قدر يصمد في بطوله زي دي. وبرضو ميزه كاس العرب برضو، شكلي هشكر في كروش في الاخر، ميزه كاس العرب ان هي شكلي ارجع في كلامي، ارجع في كلامي راجل. بس هو فعلا مش مبتكر، هو مش مبتكر، هو تقليدي يعني، او ساعات بيجرب في حاجات مش مفهومه، او يمكن بيخفي اوراقه. خد بالك هو بيميل للمحترفين، انا بقول لك كده لما جيت الاجنبي فاكر لما الناس قالوا تريزيجيه وعنده اصابه رجع من 8 شهور ولا بس كوره، كان وقتها قال لك ايه محترف يعرف يتصرف، بحس ان ده برضو غريب شويه، ما كانش في اجاده في الماتش ده وقتها، ولا زال تريزيجيه ما استعادش مستواه يعني. بس الفكره انه طبعا غصب عنه دي 8 شهور اصابه ما لمسش كوره رباط صليبي، لكن فكره ان انت قدمت وجوه جديده ممتازه اكتشفتها في كاس العرب اللي كانت ميزه في الموضوع ده يعني. انا معجب جدا بعمر كمال عبد عمر، هي لا الكره اللي بقول عليها دي الكيرف ده اللي هي اللي بنسميها في البلاي ستيشن الار 2 دي، مش عايزه تيجي لسه مع تريزيجيه يعني. أيوة. السنس عايزة حتة لسه. السنس ما جاش لان لسه بقاله فتره ما بيلعبش بالعرض بقى تريزيجيه، اي حد جاي بالعرض مقابل بيبقى فاضي. بس ايا كان الفكره انه الاعتماد على اللعيبه الجديده في كاس العرب اكتشف لنا محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، واكتشف لنا مراكز يعني ايه، اعيد توظيف زي عمر كمال ده كراجل مهاجم رايت فبقى باك رايت يعني. فبرضه مفيش مانع ان كروش قدم وجهين جديدين، مفيش مانع، عمر كمال ومحمد عبد المنعم. وبشكرهم ان هم مقدمين احسن اداء عندهم بصراحه. وزيزو، زيزو كمان، زيزو عظيم، زيزو عنده خبرات افريقيه، زيزو عنده شغل جامد. انا كنت بميل لفكره برضه يعني دايما نظريه الاهلي والزمالك يبقوا كتير في المنتخب ليه؟ يعني واحد زي طارق حامد وقفشه برضه. انت كده هتزعل صلاح تاني؟ لا مش هزعل صلاح، انا بس بتكلم فكره اللي هزعل كيروش. انا بحب صلاح، مش عايز اقدر، ما اقدرش ازعله. فكره الاعتماد على عندهم خبرات افريقيه يعني، قفشه في اسوء احواله، طارق حامد في اسوء احواله، ورقه رابحه معاك، عنده خبره افريقيه، بينزل شايف الملعب بسهوله، مش هايب الجماهير دي، مش هايب الماتشات دي، مش مخدود. بس طيب انت دلوقتي بص كده على الشاشه هنا، ده مرموش. ومرموش انت عارف محترف برضو، اكتشاف برضو، اكتشاف، اكتشاف برضو كيروش. وطبعا محترف في شتوتغارت الالماني، بس برضو ايه اخد مع الجماهير يعني. بقيت انت ايه، هقول لك ازمه مرموش انه مش طالع من الاهلي او من الزمالك، فما عندوش شعبيه قوي مع الناس. محتاج فتره طويله زي
صلاح كده كان طالع من المقاولين العرب، لكن صلاح ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص اتعلمنا يعني، احنا يعني اتعلمنا الدرس ولا ايه؟ ما بنشوفش الدوري الالماني قوي، احنا مالوش شعبيه عندنا قوي، ما حتى مش مشهور. شتوتجارت ما هوش التوب مثلا في المانيا، انت عندك بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ مثلا اشهر، فشتوتجارت مش برضو مش واكل معانا كمشاهدين. فمش الولد ما عملش شعبيه معانا. لكن على فكره بعد الحلقه دي هقترح على زميلي كريم رمزي، انت لازم تيجي حلقه رياضه بجد، فقره رياضه كوميديه. طيب انا جبت لك الصوره على فكره بتاعت الواد اللي كان سيقال سيقال الجلاله يا عم، قلت له يا عم يا ناقصك يعني، وجه له عايز تقول له ايه؟ بقول له يا ابني دي جماهير قاعده كاميرونيه بتكلم مين، وافرض ان هم غلوشوا عليك وانت جبت يعني، وانت اول واحد يجيب ضربه جزاء في العالم، ايه الاعجاز اللي انت عملته؟ طب انا عايز اسالك سؤال فني وانت فنان، هذه اللقطات يعني قد ايه هل ممكن اللاعب يتعلم منها وما يعملهاش تاني؟ ما يقدرش. ليه؟ لان هو بيبقى عليه ضغط عصبي رهيب وهو داخل اول ضربه، والجماهير عماله تغلوش تقول ايوه يا وبتاع، فهو بيعبر عن اللي هو ايه، انا ارتحت جبتها، فبيعبر عن الرياكشن ده اللي هو ايه، محدش يتكلم انا جامد وجبتها بص وبتاع وخلاص، هو رد فعله وخلص. هيتكرر في كل ماتش هيلعب فيه الضربه دي برضه، ضغط عصبي على اللعيب. هل هو عمل ده مع عصام الحضري قبل كده؟ لا مش هو ده عملها تقريبا دروجبا مع عصام الحضري في 2008. عملها في 2000 يعني في 2006 2008 مش متاكد، بس 2006 لعبنا ضربات جزاء مع كوت ديفوار، لعبنا ضربات جزاء معاه، وفي 8 2008 8 الحضري بقى جننه. ليه؟ لان كل في ماتش السيمي فاينال مع كوت ديفوار كسبناهم 4-1 طبعا، كل كان دروجبا توب في افريقيا ورقم 1 في العالم. صحيح. يعني من افضل 10 2 3 لاعبين في العالم، فدروجبا كل كره يلعبها الحضري يطلعها، فقال له بقى في ايه، وقام مسك العارضه قاعد يخبط راسه فيها. مسك الحضري انت اللي هو عايز يمسكه، هو مسك العارضه قاعد يخبط راسه كده هيتجنن يعني. طب يعني برضو الصوره بتاعه اللعيب بتاع كوت ديفوار دي اللي انا بسالك عليها بشكل فني، يعني اللعيبه هنا عشان الضغط العصبي. طب ما انتوا الفنانين احيانا بتبقوا تحت ضغط عصبي، بس انت لو انت مكانه وانت فنان وعملت مره كده للجمهور تتعلم الصوره، تعلمك انك ما تعملهاش تاني؟ لا ولا برضو الفنان مش الفنان بالخبرات. هقول لحضرتك حاجه، انا مثلا في عروض مسرحيه ايام بيبقى العرض حلو جدا ومستمتعين بيه كلنا، والجمهور قاعد ما بيضحكش، فبخرج بعلي ضغط عصبي اللي هو فلازم هتكلم اقول حاجه، هما ما بيضحكوش ليه، هو في ايه، بتكلم الانسان نفسه بيلاقي حاجه عبر بيها عن غضب او الضغط العصبي ده. لكن صعب ان اطلع اقول للجمهور انا شغال في المسرحيه، اقول لهم ايه ما تضحكوا بقى انطقوا كده، اقول هو بصوا بقى انا جامد، ما حدش يتكلم، مش هينفع اكيد. بيبقى في رد طيب. فعل مخالف يعني. طب بص للصوره دي، هي دي هي بتاعت العارضه دي، هي دي بالظبط. شفت الفريق بتاعي؟ لا فريق عالي عالي، فريق جامد. هو كان الود يمسك الحضري، يمسك الحضري من هدومه يا اخي، انت لا فيا بقى. طب دي كانت سنه كام؟ 2006. فين دي؟ عندنا في مصر في كاس العالم الامم 2006 في مصر. انت كده نجحت في انا حضرت الست ماتشات بتوع مصر في الامتحان، حضرتهم في الملعب. ففي 2006 وهو راح ماسك بقى مسك العرض يا اخي تقيل فيا بقى هتجنني. بس بتبقى لقطات حقيقيه وحيه ما بين اللعيبه طول الوقت. على فكره اللعيبه بيعملوا حاجات زي يعني رياكشنات ممثلين احلى من الممثلين لما بيعملوا مشاهد رياضيه. يعني انت مثلا لو انت بتمثل ده انت عايز تستدعي بقى نفسك، لازم استدعي الماتش كله ال 90 دقيقه بالحاله، محطوط في الحاله دي بالظبط كده، بيطلع رياكشن مش متوقعاه. ممكن واحد يضحك جدا مثلا من الغيظ، واحد يوم ما خبط راسه في الارض، واحد يسجد. بص النظره يعني اللي هو بيسكت الجمهور ايده مع عينه، بس عايزه لقطه المخرج يعني. في لعيب يعني من المخرج عندنا هيوجهه باللقطه دي. هو يعني بيكلم مين يعني؟ بيكلم 30,000 واحد يعني. هو بعتها لنا احنا يعني. عندنا لعيب مثلا اعتقد انه عبد المنعم دخل شوط سجد قبلها، رغم انه في العادي بنسجد بعد. صح. هو خلاص الضغط العصبي هيجننه، يا رب اجيبها، نزل قال يا رب اجيبها. ويمكن لحظه السجود اول مره حد يسجد قبل شوطه. ايوه، والناس معاه يعني كانوا حاسين انه ايه، ربنا هيكرمه. الولد ضغط عصبي رهيب عليه يعني. دي حقيقه. طيب ما تيجي كده ندي ارقام لل 11 لعيب. يلا بينا. يلا قول لي بقى اعلى رقم. ده شغل الاستاذ حسن المستكاوي ده. طبعا يا سلام. ما عملتوش في حياتي. فرصه نحيي استاذ حسن المستكاوي. حط لنا اولا، انا عايزه منك حاجتين، هنحط ارقام وهنعمل تشكيله المنتخب للمغرب. كيروش بقى سمع كلامنا وخدها. ما خدهاش. يبقى احنا عملنا اللي عليه. تشكيله ماتش المغرب دي قدامك اهو، هقلب فيها جامد. اتفضل اديني ارقام. هتبدأ بمين؟ عمر مرموش 7. مرموش 7. 7 من 10 طبعا. 7 من 10. كل 7 من 10 بقى. مرموش اخد 7. ومصطفى محمد 6. انا هقول لك وانت، حجازي ياخد كام؟ حجازي 9. 9. الدفاع كله هياخد 9 عندي. مصطفى محمد 6. 6. 6. ماشي. محمد صلاح 10. 10. النني 10. النني 10. عمر كمال 9. السولية 9. عبد المنعم 8.
عبد المنعم 8 شويه ماشي. حمدي فتحي 8 حمدي فتحي 8 النني فتوح 9 والنني قلنا 10 النني قلنا 10 فتوح 9 فتوح 9 9 الشناوي 10 الشناوي 10 ابو جبل بقى لما نزل 11 11 من 10 11 محمد شريف محمد شريف ما لحقش لم يختبر يا سمو لم يختبر يعني اتخبط يعني محمد شريف مش هتدي له رقم يعني هيبقى ظلم ليه 7 مثلا هيبقى ظلم ليه ما لحقش يختبر لم يختبر استنى ما انت مدي يعني تريزيجيه نزل واختبر انت مدي مين 6 مصطفى محمد مصطفى محمد مدي له 6 خد فتره طويله في الماتش وما اداش الدور المطلوب منه لكن شريف يعني انت تدي له 7 اللي هو لم يختبر ما هو لم يختبر مصطفى محمد تدي له 6 ما هو شريف ما جالوش فرص حقيقيه يلعب منها تريزيجيه جاله يعني تريزيجيه ادي له 5 تريزيجيه 5 5 لانه جاله فرص كتير جاله فرص كتير في وقت قصير ما نفذهاش تريزيجيه ياخد 5 كيروش كيروش ياخد 8 اصابه شريف اهي شريف ما لحقش يعمل حاجه يعني نزل الكره لسه فعلا. بيشترك فيها وكان ليه فرصه خطيره وحيده يعني وتصدها الجون واتخبط يعني. على طول طيب زيزو لا زيزو ده حبيبي اديله 8 حبيبك 8 معلش عشان ضربه الجزاء بس هو ما لحقش يعمل حاجه في الماتش شوطه كده وجت تصد كيروش ياخد كام كيروش ياخد 8 يعني عشان حط التشكيل في مكانه عادي يعني هو وزيزو يعني مع فاذا اللي واخدين 10 محمد صلاح والنني والشناوي وابو جبل واخد 11 واخد 11 يعني واخد واحد بلس كده مستوى رفيع واخد مستوى رفيع طيب تشكيله المغرب تشكيله المغرب هو الشناوي لو سليم هيبدا بالشناوي طبعا الشناوي لو سليم طبعا لو مش سليم ربنا يشفيه مش سليم هيبقى ابو جبل طبعا مفيش غيره خلاص ده واخد 11 عندك فطبيعي انت هتنزله طيب. انا فكره عبد المنعم في ماتش المغرب مش حاببها يعني كل التشكيل هو الموجود كل التشكيل بس عبد المنعم ما يبقاش موجود انت كده بتغير عايز اغير يعني عايز هتجيب مين طيب هحط زيزو قدام يعني هرجع اغير الخطه هرجع حمدي ده المصريين تعبوا مع كيروش في الخطه لا دي لا هرجع حمدي ورا شويه يعني هرجع حمدي ورا شويه والنني ورا شويه اللي يبقوا اتنين كده وعايز السوليه وزيزو يبقوا مع الثلاثه الهجوم انت عارف ان هو في وسط الشوط الاولاني الناس كانت بتتلخبط هو ده رايح فين وده جاي منين وده ما طلعش وده طلع قدام يعني طيب. مفيش خلاف على عمر كمال وحجازي وفتوح ثلاثه دول قدامهم حمدي والسوليه او النني حمدي والنني احب السوليه يبقى قدام السوليه في الهجوم انت افضل كده 3 3 4 3 2 اهم هطلع ما بعرفش اعد في الاخر 3 و2 اهم حمدي والنني يعني فتوح وحجازي وعمر واثنين قدامهم حمدي والنني ادي 5 يا رب اكون بعرف اعد وقدامهم السوليه دي 6 وعايز زيزو بقى يكون في الحته دي ايه يعني موزعاتي كده ماشي بيتحرك حر كده في ناحيه اليمين مره ويروح من الشمال مره يبقى مربك بحيث انه يفضي صلاح وطبعا مصطفى ومرموش قدام بس انا برضو مرموش ما احبوش يقعد كتير في الماتش ده يعني ايه يدخل في الاول ويتغير المغرب ورا عندهم دفاع قوي جدا عايزه جته يعني ما اعرفش الجته دي نجيبها ممكن شريف لو كويس شريف سريع وبرضه يشاكس في الحكايه بس يبدا بيه ما اعتقدش يبقى تغيير برضه مرموش هيبدا بيه اصل خلاص ثبتنا التشكيل للاسف يعني ثبته مش هيغير مش هينفع يلعب فيه كتير انا بقول لك بس فكره انه زيزو بدل عبد المنعم يبقى فيه بس هجوم من قدام شويه بحيث يقلل الضغط على من المغرب بتضغط ضغط مرعب فلما الدفاع يبقى كتير ورا مرصوص طب انا سؤال بقى يعني فكره انه قفشه ما لعبش زعلان لا مش مزعلاني قد ما هو ورقه رابحه كان ممكن استفيد منها طارق حامد كان ممكن ينفعني في ماتش المغرب طبعا ورقه رابحه اللي هو فكره ان السوليه عندي مثلا الجانب الهجومي عنده اعلى فوق يطلع لقدام هو حمدي فتحي مثلا قدراته الدفاعيه حلوه وكل حاجه طارق خبرته اقوى مثلا طارق ينزل كان يعمل مكنسه يعني اللي هو ايه بيرزع هنا وهنا عنده خبرات التعامل مع الماتشات دي انما حمدي ماشي كويس جدا برده رمضان صبحي برده مهم جدا ما بيستغلش خالص وشايف ان هو ورق رابحه ممكن يروح في المغرب ورق رابحه يا ريت ينزل يكون بديل زي تريزيجيه ما خد الفرصه ياخد الفرصه هو مكان مرموش لو تغيير حتمي يعني يعني مهم برده في الحته دي انما انا احب ان زيزو يلعب ماتش زي ده زيزو ما شاء الله صحته كويسه قوي فكره التسديد يعني فرصه عندنا اوبشن منه تسديد كويس بشوت كويس وحر بقى هيبقى يدينا حاجه حلوه ساعد ضربات الجزاء كنت متوقع ان زيزو يبقى اول واحد قلت يعني قلت لو زيزو اللي ما بداش يبقى كروش ده ما بيفهمش حاجه كنت متوقع ان صلاح ده لازم ده صلاح لا ما توقعتش صلاح اخر واحد اتمنيتها ان تبقى اخر ضربه صلاح انت عارف ان في ناس تخيلوا زيزو صلاح في النص انا قلت صلاح ثاني واحد يعني قلت زيزو صلاح ثاني واحد بحيث ان صلاح ما ياخدش الصدمه بتاعت لا قدر الله وضيعنا
ننهار، لان صلاح لو ضيع هننهار. لا طبعا لو كان اول ضربه وضيع، انما زيزو بيخش يحطها في يمين، هي نفس الزاويه صاروخ عارفينها. ايوه فقلت صلاح يبقى الثاني. زيزو متدرب متخصص ما شاء الله عليه يعني. ونفسي ياخد فرصته بقول لك في الماتش ده، لانه الماتش ده عايز قوه وسرعه ومهابره، لان المغرب سرعتهم رهيبه وقوتهم كمان البدنيه عاليه قوي. أيوة. شفت ماتشهم مع غينيا مع الاخراني اللي كسبوه 2-1 اللي هو ايه، انا بقيت بنسى كبرت في سن بخرف. اخر ماتش بين المغرب اللي كسبوه 2-1 اللي هو كانوا ملاوي لعب ماتش حلو قوي 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 وعندهم كاسح. توقعاتك هنلعب ايه بقى؟ حول حضرتك هنلعب في الشوط الاول ايه والتاني؟ ما خوفكيش خوفنيش. مصر كعبها عالي على كوت ديفوار، كل ما نقابلهم نكسبهم. بقالنا 45 سنه بنعمل فيهم كده. ايوه بالظبط. فالمغرب العكس، كعبها عالي علينا. احنا كسبناهم 3 مرات بس في حياتنا. يعني في 2017 كان فرق الزمني بين الماتشين 30 سنه. صح. هما يا بيتعادلوا معانا يا بيغلبونا. فخلينا نلعب في المنطقي والواقعي. لو كسبنا ان شاء الله، لو كسبنا هتبقى الواحد صفر الجميله وننام عليها. وعايز نجيب يعني ننزل ندافع ولا ننزل نهاجم؟ لا انا رايي ننزل ندافع. ننزل ندافع. نزهقهم من الكوره شويه. بحيث يفقدوا الامل، ان هم بيلعبوا بضغط عالي جدا وبيتحركوا كتير قدام. فلو دفعنا وزهقناهم شويه من الكوره قد يعني يهدوا شويه، نبدا احنا نمسك كوره بقى ونتحرك ويبقى في امل. هيبقى في امل في التعادل. ممكن نعمل ايه؟ توقعاتي تخلص 1-1 ونكسب بضربات الجزاء يا رب. مين يلعب ضربات الجزاء؟ انا هم كانوا حلوين. لو عبد المنعم لعب برضو يجيبها، كان لطيف وابن حلال يعني يجيبها كويس. زيزو حبيبنا ما يضيعش ان شاء الله. صلاح برضو، بس صلاح يبدا بدري شويه عشان مش هنستنى للاخر والنبي. يعني على فكره انا استمتعت بيك جدا. الله يكرمك على فكره. محلل كروي رائع يعني بهري مع اللي بيهروا يعني. يعني اشتغلنا برضو شويه، عملنا شويه شغل حلوين. عملنا شويه شغل زي الفل. طيب انا خلاص، انا هات الكابتن لو سمحت، هات الكوره. يا فندم هات الكوره. معايا كوره؟ اتفضل. هاتها بقى خلاص. شكرا. اتفضلي يا فندم. انا عايز اسالك كفنان هشام اسماعيل، انت احنا جايبينه من رمضان على فكره، هو بيشتغل في مسلسلات رمضان الحمد لله. فاحنا جايبينك من ايه بقى؟ من الكبير السادس والاختيار الثالث. طلع ايه في الكبير بقى؟ طلع فزاع برضه. فزاع هتعمل ايه فزاع؟ يعني بقى عاملين شويه حاجات يعني افكار جديده للحلقات كده. في حاجات حلوه كتير لذيذه ان شاء الله وبامر الله كلنا نضحك وننبسط. في رياضه، في حاجه، في اصناف جديده بقى، يعني في مفاجآت للناس جديده، مفاجآت كلها جديدة. حاجات جميله والله ان شاء الله. طيب وفي الاختيار بتعمل ايه؟ بعمل شخصيه قيادي من قيادات الجماعه المحظوره السابقه. طيب ماشي. مش هنحبك على فكره يعني، بس هنحبك. تمثيل. ما في حد ممثل يقول لك ايه، طيب ما هو مين هيعمل ادوار الشر؟ بالزبط. احنا برضو لازم نعملها يعني. واستاذ محمود المليجي الناس بتموت فيه. أيوه وراجل بالزبط. شرير طول الوقت، بس راجل بتموت فيه. بالظبط. الحمد لله. الفنان هشام اسماعيل انا بجد استمتعت جدا. انا اللي اتشرفت. ضحكتنا في هذا الحوار أنا الجميل. انا اللي اتشرفت يا فندم. وبجد انت لازم تعمل اي حاجه رياضيه. مره لازم. عملتها سافرت كاس العالم في روسيا، عملنا برنامج رياضي لذيذ كده مع الناس في الشارع هناك، كان لذيذ. لازم. انا يعني عايزه الكلمه الاخيره منك، عايزاك قبل ما انا اختم هتبص للكاميرا وهتكلم منتخب مصر اللي بيستعد للمغرب، هتقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم؟ عايز تقول لهم ايه بقى؟ هم هيبقوا سامعينك. يا رب. انا بقول لهم انتوا كنتوا رجاله وفرحتونا كلنا ونسيتونا موضوع الاهلي والزمالك والانتماءات للانديه، وزي ما صلاح قال فعلا احنا كنا في حاله سيئه جدا في فكره الانتماء للانديه. احنا دلوقتي ملتفين كلنا حوالين منتخب مصر. العبوا لعبكم اللي لعبتوه الماتش اللي فات، وكنتوا هايلين وكتفنا كوت ديفوار اللي هي تعتبر من اقوى فرق البطوله. المغرب ان شاء الله برضو فرقه قويه، لكن انتوا تقدروا بالرجوله والتركيز، وباذن الله ربنا يوفقنا ونخلص الماتش بدري ونجيب سكور كمان يا رب. بس يا رب. اهم حاجه تحافظوا على الرجوله والحماس، مصر كلها مستنيه تفرحونا. كيروش اللي اديته 8/10 تقول له قول يا حاج كيروش يا استاذ كارلوس الله يهديك ويكرمك، ما تلعبش في التشكيله بطريقه غريبه، خليها في المحدود، واسمع كلامي، نزل زيزو بدري هننبسط. ايوه بالظبط. فنان هشام اسماعيل انا بشكرك جدا. ومنتظرينك في اعمالك الحلوه باذن الله يا رب. ده وقتنا انتهى في التاسعه، لكن يوم الاحد مباراه مصر، منتخب مصر والمغرب. انا شخصيا متفائله ان شاء الله نقدر نحقق حاجه. وقتنا في التاسعه كان حلو، لان احنا اتدفينا بمشاهدتكم واتدفينا بان احنا حاولنا نعمل فقرات تعمل كده جو كده شويه وتقدروا تقضوا بيها يوم الخميس. هلتقي بيكم ان شاء الله الخميس اللي جاي، لكن غدا تكملوا التاسعه باذن الله مع الزميله العزيزه دينا عبد الكريم. مني ارق التحيات وتصبحوا على الف خير.